نشكر طبعا دكتور علي أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وطبعا الشكر موصول لصديقنا العزيز رامي محمد على هذا الحوار المهم جدا في هذه الأيام وهذا التوقيت تحديدا. كل سنة وحضراتكم طيبين بقى، يعني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليار جنيه. هيتم توزيع اللحوم دي على الأهالي والأسر الأولى بالرعاية. تعالوا نتابع التقرير التالي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليار جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وقامت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. واستهدف التحالف أن يستقبل مجزر ودينا بأبو سمبل حوالي 2000 أضحية خلال أيام العيد، وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح والتوزيع. وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لإجراء عمليات الذبح، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية. ومن المستهدف استقبال 1000 أضحية في 6 مجازر مقسمة على محافظات بني سويف، البحيرة، الدقهلية، القليوبية والفيوم، وذلك خلال أيام العيد. وسيضيف التحالف 1300 طن أضاحي سيتم ذبحها بالخارج في الهند والبرازيل، والتوزيع سيشمل كافة أنحاء الجمهورية. أيضاً سيعمل التحالف على توريد 3000 أضحية في 3 مجازر، وهي مجزر البشاير بالسادات ومجزر الفيوم ومجزر أبو سمبل بالحجر البيطري بأسوان، بالإضافة لذبح 100 أضحية بلدي يتم توزيعهم في نطاق 5 محافظات هي الأقصر والبحيرة والغربية والفيوم وأسيوط. تأتي هذه المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وسعياً من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.